أهلا وسهلا فيكم بقناة أرابيان سوشي. وصفتنا اليوم هي أكلة يابانية اسمها كراغي، وهي عبارة عن دجاج مقلي على الطريقة اليابانية. نجي للمقادير. بيلزمنا 300 غرام دجاج من لحم الفخذ، معلقة صغيرة من الثوم المبروش، معلقة صغيرة من الزنجبيل المبروش، معلقة صغيرة من الطحين، معلقة ونص كبيرة من صوص الصويا. بعد ما نجهز الدجاج ونقطعه لقطع صغيرة، نخلط الثوم والزنجبيل المبروش وصوص الصويا مع بعض. منضيف الصوص اللي خلطناه قبل شوي للدجاج المقطع وبنرجع بنخلطه مرة تانية. بعد ما نخلطهم منيح بنحطهم بكيس، منضيف الطحين للدجاج ومنحركهم منيح. منحركهم مع الضغط على الدجاج بقوة مثل ما شايفين. بعد ما نخلطهم منيح بنحط الخليط بالبراد لمدة 30 دقيقة على الأقل. بعد ما تمر 30 دقيقة أو أكثر بنجهز معلقتين كبار من الطحين ونحطهم بكيس. بعدين بنحط قطع الدجاج فوق الطحين، ويفضل انه نحط قطع طحن. بعدين بنحرك الكيس بهالشكل بدون ما نضغط على الدجاج، وبنجي لمرحلة القلي. بنحمي الزيت ل 180 درجة وبعدين بنقلي الدجاج لمدة 5 دقائق. تصير باللون الذهبي هذا.